السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأجعل لكم فيديو مهم جدا، لأن كل الذين كانوا يعملون أول مرة لم يكن يعرفوه. مع مرور الوقت تعلموا هذه الأشياء، وهم السونغلات الذين تستطيع أن تحمل بهم الأنابيب أو أشياء مثل هذه الذي موجودة الآن أو أي شيء. هما فيهم أنواع تختلف في الطول، تختلف في الحجم، تختلف في الشكل، تختلف كذلك في الزاوية. عندما تتغير لها زاويتها تحمل بشكل آخر. مهم ما أقول لكم باختصار، أتكلم لكم باختصار. هذا السونغلات لقد جلبت لكم واحدة، أهي وينا. قد تستطيع أن تعرفها من بعيد، تتميز بثلاث أشياء، وهما اللون. من بعيد تعرفها من اللون، ومن قريب بهذه الخطوط. وإن لم تعرف أي شيء من هذه الأشياء تجد تعليمات تقرأها تعرفها. أنا أقول لكم أولا بالخطوط، كل خط بواحد طن. مثل هذه إنها قديمة، لا تعرف لونها بالضبط، ما 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 تستطيع معرفتها بالخطوط. واحد واحد طن، والثانية اثنان طن، كل خط بواحد طن. معنى ذلك إذا وجدت واحد فيها خط واحد معناتها واحد طن، إذا وجدت فيها اثنان طن، وجدت فيها ثلاثة طن، أربعة طن، خمسة طن، ستة طن، سبعة لا توجد أو لا أعتقد أنها لا توجد أو لم أراها، ثمانية طن، تسعة كذلك لا توجد، عشر خطوط 10 طن. تبقى كذلك شيء آخر أريكم، هذه من هذه الناحية صلبة، من هنا صلبة، هذه الجهة الصلبة تمسكها في الموفل، والجهة الرطبة هذه تمسك بها الأنبوب أو أي شيء تريد أن تحمله لأنها مضاعفة في القوة. تختلف في الطول كذلك. هناك نوع آخر من السونغلات، وهو يأتي فيه خطوط متقطعة. هذه الخطوط المتقطعة تحمل أقل من واحد طن، فيها الأبيض وفيها البرتقالي وفيها الأزرق، فيها كم من لون. هنا هم مديرين تعليمات لكنها لا تراها جيدا، فيها أقل من واحد طن. هاي 1500 كيلوغرام، 1500 كيلوغرام، لا نتكلم عليهم، هذا أغلبيتهم لا يعملون بهم. قلت لكم هذه، سأريكم أخرى لقد جلبتها. هاي أخذ سونغلة أخرى كبيرة نوعا ما، لونها أحمر، واحد طن، اثنان طن، ثلاثة طن، أربعة طن، خمسة طن، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، كل خط بواحد طن. التعليمات التي تكلمت عليها هاي التعليمات، هاي مكتوب بالإنجليزية هنا، long سمعنا ذلك الطول، هي 8 متر، هاي 8 متر. إذا احتجت أنت إلى شيء تحمله يجب أن يكون عندك اثنان نفس الطول 8 متر، لا تستطيع أن تأتي بواحدة فيها 8 وواحدة 4، تكون ناقصة في الطول. هنا في الأسفل توجد تعليمات المصنع والتاريخ والمادة التي صنعت منها وإيميل وذيك. وهنا توجد شكل مثل هذه، هاي 5000 كيلوغرام، معناتها 5 طن في هذه الوضعية، تسمى مستقيمة. عندما تجعلها على اثنين هكذا، على اثنين تذهب وتعود هكذا، تضاعف من 5 تولي في اثنان، تولي 10 طن بهذا الشكل، وكأنها عقدة من الأسفل، هاي 4 طن، تنقص واحد طن. فيها كذلك نوع آخر يأتي في التعليمات، هذه ليس فيها، وهي زاوية. هناك زاوية عمل، عندما يكون عندك سونغلتين بايب تحمل أنبوب وفيه زاوية، هنا أحسن زاوية هي 45 درجة، وتوجد زاوية أخرى وهي منفرجة وهي 60 درجة، 60 درجة. عندما تكون الزاوية منفرجة تقول لك كم تحمل، كذلك تنقص في الحمولة، نسيت بالضبط كم تنقص، أظن أن تنقص
0.5 أو أكثر أو 0.8 طن عندما تكون في الزاوية 60 درجة. وفيها كذلك يكتبون لك درجة الحرارة كم تنقطع وش من درجة الحرارة التي تنقطع فيها. الآن عرفت من الخطوط عندما تذهب الألوان تعرفها من الخطوط، عندما تكون من بعيد وجديدة تعرفها من الألوان. أبدأ لكم بالألوان، قلت لكم من 1 طن تجد الخطوط متقطعة فيها الأبيض وفيها البرتقالي لا نتكلم عليها، تجد خط متقطع مثل هذه أو خط متقطع تقريبا نحن لا نعمل بهم. أما الخط المستمر هذا تجد كل خط بلون بطن، قلت لكم كل خط بطن لقد تكلمت عليه، والآن سأتكلم لكي يأتي الفيديو طويل. كل لون الألوان عندنا البنفسجي 1 طن، تذكروا جيدا البنفسجي 1 طن، الأخضر 2 طن، ها هي الأخضر، الأصفر 3 طن، البني 4 طن، الأحمر 5 طن، ها هي 5 طن، الأزرق 6 طن، البرتقالي 8 طن، توجد برتقالية أخرى فيها 10 طن، البرتقالي 8 طن وعشرة طن، كان 2 برتقالي 8 طن وعشرة طن. نعطي مثال، واحدة 10 طن تضاعفها على 2 هكذا تصبح 20 طن. ثم إذا كانوا عندك 2 يولو 40 طن، إذا كانوا عندك 4 تديرهم على 2 يولو 80 طن. من المفروض قلت لكم كل شيء، وأرو إلى أصدقائكم كي يتعلموا كذلك. وهناك أنواع أخرى هما الكوابل تاع الحديد والمانيات. يوم آخر إن شاء الله سأجعل لكم لهم فيديوهات ولا أطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نسيت، هناك شركة أريد أن أقول ليس للتذكير لكن يمكن إنسان يكون على علم فقط. هناك شركة خاصة الآن أظن أنها ليست لا تعمل هذا الشيء، تجعل لك جدول هكذا، تكتب لك هنا مثله 1 طن، تقول لك ما لونه، تكتب له هنا بنفسجي، تعود تكتب لك هنا يا أصفر، تكتب له هنا 2 طن، تكتب لك مثله هنا، ترسم لك لون هنا برتقالي وتترك المكان فارغ، تكتب له 10 طن، بعد تجعل لك هكذا، تقول لك كم تحمل، تكتب له 20 طن، بعد لك كما هاك تكتب له 10 طن، ومن بعد لك هاك عقدة تكتب له 9 طن حتى تملأ الجدول كله. أظن أنهم يبالغون في هذا الاختبار، هو اختبار خاص بقائد الرافعة، أظن أنهم يبالغون فيه، سمعت عليه قبل لكن الآن لا أظنهم يفعلونه. والسلام عليكم ورحمة الله.